حنايا الاوطون كجزائريين العمل التطوعي جاي فينا، حنا هادشي كان فينا منذ صغر. تما تشوف اشخاص اللي ما عمبالوش بلي هادشي عمل تطوعي بصح يدير فيه، يروح يرفد ويروح ينقي الحي تاعو ويروح يعاون جيرانه ويروح يسقم، يجي العيد الكبير ويروح يعاون الناس. تما هادشي كان مغروس فينا من الاول. وشنو كيما قلنا كان لازمنا واحد التاطير اللي به يعاوننا ان احنا نمدو كثر باش تكون لا فالور اجوتي تاعنا المجتمع تاعنا تكون كثر. مي زا باس هادشي كان فينا حنايا منذ الازل، وهذه كيما نقول جائحه تاع كورونا هذه زادت بينت هادشي بزاف. خاطر علاه نشوفوا في الموند اونتي تما كاين اشخاص اللي كيديروا كيما اعمال صغيره يحوا كاميراهم يتبعوهم ايتو، حنا في هادشي عادي.